نشرة الأخبار ملي بالأحرار معكم أزم علي وإليكم أبرز العناوين. في ظل الخلاف حولها 6+6 تؤكد أن القوانين الانتخابية المتوافقة عليها في بوزنيغا نهائية وملزمة. خلال لقائه بالمشري وزير الخارجية التركي أكد أن من أولويات بلاده إحلال السلام والاستقرار الدائم في ليبيا. مع بدء انطلاق الرحلات أكثر من 7000 ليبي يستعدون للتوجه نحو الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. أهلا بكم. أكدت اللجنة المشتركة 6+6 في بيان لها ليلة الخميس أكدت بأن ما توصلت إليه من إنجاز للقوانين الانتخابية يعد عملا نهائيا وملزما لمجلس النواب لإصداره كما تم التوافق عليه دون تعديل. هذا ورحبت سفارات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في بيان لها بما وصفته التزام البعثة الأممية بالعمل مع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية لمعالجة النقاط الخلافية في الإطار الانتخابي. رفعت جلسات بوزنيغا وجفت أوراقها على مسودة القوانين الانتخابية التي سال بعد صدورها الكثير من الحبر، وفتح الباب أمام سيل من الأسئلة حول مستقبل مخرجات بوزنيغا ومسارات الأزمة السياسية والأمنية التي باتت الانسدادات والمراوحات في نفس المكان من أبرز ملامحها. اللجنة المشتركة 6+6 فيما يبدو قررت الدفاع على ما أنجزته عبر اتخاذ موقف سياسي تجاه مجلسي النواب والدولة، فأكدت في بيان يمكن وصفه بالختامي بأن ما توصلت له وتوافقت عليه من قوانين يعد عملا نهائيا وملزما للبرلمان لإصداره دون أي تعديلات، داعية إلى عدم الالتفات لمن يسعى إلى عرقلة إنجاز الانتخابات. بعثة الأمم المتحدة والتي فضل رئيسها عبد الله باتيلي عدم الحضور في بوزنيغا، كان لخبرائها حضور في أروقة عمل 6+6، غير أن الأمم المتحدة أرسلت عددا من الرسائل السياسية لم تصل لمستوى الترحيب والدعم لمخرجات بوزنيغا، ولكنها فتحت بها طريقا أمام باتيلي ليمضي قدما في تصوره المتمثل في إنشاء لجنة توجيهية عليا يمكنها التعديل والبناء على مشاريع القوانين الانتخابية التي وقعت عليها لجنة 6+6 في المغرب. رسائل أخرى وجهتها دول كبرى بتعليقها على نتائج بوزنيغا مؤكدة دعمها لباتيلي وخطته. كان المقصود من تلك الرسائل أيضا عقيلة صالح وخالد المشري، حيث فسرت من قبل عدد من المحللين بأن البيان المشترك وموقف الأمم المتحدة يحمل بين سطوره رغبة دولية في تجاوز مواقف عقيلة والمشري اللذين غادرا المغرب دون أي إشارات للقبول أو الترحيب بعمل اللجنة المشتركة، بل تحدثت مصادر خاصة للأحرار بأن عقيلة صالح الذي جاء للمغرب رفقة أحد أبناء حفتر لديه 9 ملاحظات على هذه القوانين. الموقف الأمريكي والذي تشتبك فيه المقاربة السياسية بالمعالجة الأمنية يبدو داعما وبشكل مطلق لدور الأمم المتحدة ومعوثها إلى ليبيا عبد الله باتيلي من الناحية السياسية، غير أن الواقع الأمني المتعلق بمواجهة السلوك الروسي ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة قد يدفع واشنطن تجاه تفضيل تقديم الحلول الأمنية الملحة على المسار السياسي الطويل والمعقد. وبين دفاع لجنة 6+6 عما أنجزته في بوزنيغا والمواقف الدولية الرمادية منه والمحلية الرافضة له، تطرح مجموعة من الأسئلة على المشهد السياسي الليبي، تبدأ من واقعية هذه القوانين وإمكانية تطبيقها ولا تنتهي عند حقيقة إرادة جميع الأطراف المحلية والإقليمية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في وقت قريب. إلى ذلك اعتبر مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم أن ما قامت به اللجنة المشتركة 6+6 يعتبر إنجازا كبيرا ويمثل اختراقا حقيقيا يجب البناء عليه وفق قوله.
أضاف دغيم في تصريح للأحرار أن ما تم يتطلب إجراء لقاء تشاوري بملكية وطنية ومشاركة البعثة ولجنة الستة وممثلي أصحاب المصلحة المباشرة، وذلك قبل الجولة الختامية للجنة، مشيرا إلى أن شرط التنازل عن الجنسية قبل الجولة الثانية تحكمه ضوابط إجرائية وقانونية، فضلا عن إمكانية إعادة التوازن في توزيع المقاعد البرلمانية على حد تعبيره. قال عضو اللجنة المشتركة 6+6 ماما سليمان إن اتفاق بوزنيغا حول قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة لم يفشل كما يقول البعض، واصفا موقف باتيلي من القوانين الانتخابية بأنه كان دون المستوى. أضاف ماما سليمان في تصريح خاص للأحرار بأن القوانين الانتخابية استوفت كل المراحل وفق الإعلان الدستوري وتعديلاته، وستدخل حيز النفاذ فور إصدارها وإحالتها للمفوضية العليا للانتخابات، منوها إلى أن هذه القوانين متوافق عليها وتمت بمشاركة البعثة الأممية والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة وفق تعبيره. نبقى في الملف السياسي، حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية بجهود لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، داعية مجلسي النواب والأعلى لاستيفاء الأطر اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت. ودعت الوزارة في بيان لها جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى دعم هذه الجهود اتساقا مع مبدأ الملكية الليبية للحل وتحقيقا للهدف المنشود وعودة الاستقرار إلى ليبيا وتحقيق طموحات الشعب الليبي. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على أن أولويات تركيا الرئيسية في ليبيا هي إحلال السلام والاستقرار الدائمان بحسب ما نشرته وزارة الخارجية التركية. من جهته قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن الجانبين ناقشا مخرجات اللجنة المشتركة 6+6 لإعداد واستكمال القوانين الانتخابية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مضيفا أن فيدان أكد خلال اللقاء على دعم الجهود المفضية إلى إنجاز استحقاق انتخابي حر وشفاف في أقرب الأجل بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى. معي عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي عبد السلام الراجحي، أهلا بك معنا سيد الراجحي. إذن كيف ترى والبيان النهائي للجنة 6+6 والحديث عن أن الأمر أو هذه القوانين ملزمة، وبالتالي يعني مسألة الانتظار والتوافق أمر ليس واقعيا، فكيف تقرأ هذا البيان؟ مساء الخير أستاذ آزم ليك وللسادة المشاهدين، وجمعة مباركة. أعتقد أن حدث شيء جديد أستاذ آزم، أن رئيس لجنة مجلس النواب في 6+6 السيد جلال شويهدي بالإضافة إلى عز الدين قويرب بالإضافة إلى عضو آخر نسيت اسمه قد أصدروا بيانا أو تصريحات صحفية تنصروا من بيان الأمس 6+6، وأيضا تنصروا أنهم اتفقوا السيد جلال شويهدي بالنص أستاذ آزم، حتى يعني اللجنة لم تنتهي من كل النقاط الخلاف رغم ما أنجزناه، يعني ما زال هناك نقاط خلاف لم تنجزه لجنة 6+6، أي أن القوانين أعضاء مجلس النواب في لجنة 6+6 قد تنصلوا مما حدث في بوزنيغا وأعطوا يعني مؤشر واضح أنهم غير ملزمين. طيب، ولكن عضو اللجنة المشتركة هنا 6+6 ماما سليمان قال إن اتفاق بوزنيغا حول قوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة لم يفشل كما يقول البعض، وواصفا هنا موقف باتيلي بأنه كان دون المستوى. إذن القوانين الانتخابية استوفت كل المراحل وفق الإعلان الدستوري بحسب ماما سليمان، فكيف يعني نفهم ذلك؟
السيد ماما سليمان يمثل مجلس الدولة، مجلس الدولة لجنة ستة الممثلة مجلس الدولة حتى الآن داعمة ومستمرة في 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 دعمها لمخرجات بوزنيقة. لكن الآن اللي تراجع أستاذ آزم وأعتقد بسبب ضغوط مورست عليهم هم أعضاء مجلس النواب. أنا لما أتكلم رئيس لجنة ستة التابعة لمجلس النواب زي السيد جلال شويهدي اليوم يتحدث أنه لم نتفق على النقاط الخلاف أو لم نتفق على النقاط الخلافية بالكامل، أي أنهم لم ينجزوا لم يقدموا إنجاز وانسحبوا بأن هناك اتفاق أساسا، لأن الخلاف ما زال موجود. إذا ما دام الخلاف ما دام موجود إذا لا يوجد اتفاق. حتى البيان الذي صدر بالأمس تنصل منه السيد جلال شويهدي وعز الدين قويرب عضو لجنة المجلس لجنة 6 زائد 6 بمجلس النواب، أي أن مخرجات بوزنيقة حتى الآن نستطيع أن نقول أنه لا توجد مخرجات متفق عليها، لأن عضو أعضاء من لجنة 6 زائد 6 ورئيس لجنة 6 زائد 6 تابع لمجلس النواب تنصلوا مما حدث في بوزنيقة، أي أنه لا يوجد اتفاق حقيقي قانوني. ما يقول السيد ماما سليمان، ما يقول السيد عمر بوليفة، ما يقول أعضاء مجلس الدولة يمثل أعضاء يمثل مجلس الدولة لا يمثل مجلس النواب، خصوصا أن اختصاص الآن إصدار القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية هو اختصاص لمجلس النواب، لمجلس الدولة ليست لديه هذه السلطة. فأعتقد أن مخرجات بوزنيقة ببعض تصريحات السيد جلال شويهدي وعز الدين قويرب أعتقد أنها لا توجد إنجاز، لا يوجد. طيب إذا إلى أين يتجه الأمر الآن؟ هل إلى مزيد من التوافق والدراسة والاجتماعات في 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 هذا الشأن؟ نعم، أعتقد أن الآن ننتظر إحاطة السيد باتيلي يوم 19 هذا الشهر، لأن باتيلي أعطى مهلة لمجلس النواب والدولة أن ينتجوا قوانين انتخابية متفق عليها من الجسمين في حتى منتصف هذا الشهر، يعني 15/6 اليوم إحنا نحكي 10 ولا 9 معناه مازال 4-5 أيام. فيوم 19 عند إحاطة السيد باتيلي نشوف إحاطة أمام مجلس الأمن ماذا سيقدم. هل سيبدأ سيعلن على خارطة طريق التي سيقودها باتيلي عبر لجنة من الليبيين سماها رفيعة المستوى ولجنة عليا وغيرها؟ الآن ننتظر. لكن ما حدث بوزنيقة أعتقد أن مجلس النواب ورئيس لجنة مجلس النواب السيد جلال شويهدي قد أطلق عليه رصاصة الرحمة بشكل نهائي عندما تنصل من أنهم قد اتفقوا على كل شيء، قال لازلنا ما زالت هناك نقاط خلافية لم نتوصل إليها. بالإضافة الأستاذ آزم، الموقف المصري، الخارجية المصرية لم تبارك أن هناك إنجاز. مصر الخارجية المصرية لم نعتد عليها هذه التصريحات الغامضة أو الدبلوماسية، كانت دائما صريحة داعمة لأي شيء ينتجه مجلس النواب وداعمة له. نجد أن الخارجية المصرية اليوم متحفظة الفكرة بشكل دبلوماسي على مخرجات ما أو يعني نقول نتائج، ولا يوجد مخرجات حتى الآن نقول ما حدث المحلل في بوزنيقة الخارجية المصرية متحفظة عليه. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي عبد السلام الراجحي. أكد مصدر عسكري للأحرار أن الطيران المسير استهدف الجمعة مقرا لتهريب الوقود بمنطقة بئر معمر جنوب مدينة الزاوية. هذا وقد طالبت المنطقة العسكرية الساحل الغربي الأيام الماضية المواطنين بضرورة الابتعاد عن أوكار الجريمة وأماكن بيع وتخزين الوقود خارج سلطة الدولة، وكذلك أماكن بيع المخدرات، معتبرة إياها أهدافا عسكرية مشروعة بحسب بيانها. جدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني دعم بلاده الكامل لإجراء انتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة، معتبرا أن الاستحقاقات الانتخابية مرحلة أساسية في مسار تحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء تاياني رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة. ونقلت وكالة آكي عن تاياني تأكيده على ضرورة العمل مع ليبيا لضمان وحدة المؤسسات والأراضي الليبية والتي تمثل ركيزة لا غنى عنها لاستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددا على حاجة البلدين إلى تعاون أكثر فاعلية في مجال الهجرة وفق قوله. أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا جانلوكا البريني أنه سيعمل على زيادة عدد التأشيرات وتسهيل عمل القطاع الخاص
بين البلدين لتفعيل التعاون الاقتصادي إلى جانب دعم ومتابعة ما اتفق عليه بين رئيسي الوزراء. جاء ذلك خلال لقائه الجمعة مع رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة الذي يزور روما، حيث أكد الأخير عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد العلاقات والشراكة من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات ومتابعة ما اتفق عليه في محادثات طرابلس وروما بين الحكومتين. هذا وقال وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الإيطالية نيكولا مولتيني إن ليبيا ليست دولة آمنة لإعادة المهاجرين غير النظاميين إليها. ونقلت وكالة واكيل إيطاليا عن مولتيني قوله أنه يمكن العثور على موانئ آمنة أخرى كإجراء عملية إعادة المهاجر إلى وطنه أو طرده أو مكان لإقامة مراكز استقبال لتقديم طلبات اللجوء يكون آمنا ويوجد فيه احترام للحقوق الأساسية على حد قوله. إلى ذلك كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن تولي جيان لوكا البريني منصب السفير الإيطالي في العاصمة الليبية طرابلس. وأشارت الوكالة إلى أن البريني يعمل في السلك الدبلوماسي منذ أكثر من 30 عاما، وتقلد عدة مناصب مختلفة على فترات متفاوتة، من بينها منسق الرئاسة الإيطالية لمجموعة الثمانية والقنصل العام في اسطنبول، إضافة إلى ترأسه المكتب السياسي بالسفارة الإيطالية بواشنطن وتكليفه كمبعوث خاص بسوريا. أعلنت الهيئة العامة للحج وشؤون العمرة انطلاق أولى رحلات الحجيج لهذا العام من مطار معتيقا صباح اليوم الجمعة. وقال نائب رئيس الهيئة صبر البعيشي للأحرار إن عدد الحجاج الذين غادروا من مطار معتيقا الجمعة 243 حاجا وثمانية أعضاء من البعثة المشرفة، مضيفا أن عدد الحجاج الذين سيغادرون من مطار معتيقا غدا سبت 245 حاجا وعشرة أعضاء من البعثة المشرفة، فيما سيغادر من مطار مصرتة 245 آخرون. هذا وأكدت شركة الخطوط الإفريقية مباشرة تفويج الحجاج اعتبارا من اليوم الجمعة بواقع 3 رحلات يوميا إلى الأراضي المقدسة. وقال رئيس قسم المحطات بشركة الخطوط الإفريقية سامي شكب للأحرار أن استعدادات التفويج بدأت منذ شهور بالتعاون مع إدارة مطار معتيقا لتجهيز موسم ناجح للحجاج. اختلاف في هذه السنة هي عملية الصالة زي ما شفتوا، اللي كانت طبعا لها دور كبير من إدارة المطار وتنظيم الأجهزة الأمنية بالكامل في مطار معتيقا، وكانوا مشكورين بتنظيم الحجاج لعند انتم. ما شفتوا انتم توا الحمد لله كانت قبل الرحلة الحجاج كلهم متجهين الى الطيارة. من جهته قال مسؤول الإعلام بمركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط ان فريق المركز قام بمساعدة الحجاج منذ دخولهم إلى مطار معتيقا وحتى صعودهم إلى الطائرة. أكد مرسيط لليبيا الأحرار أن العيادة الطبية الخاصة بمركز طب الطوارئ والدعم داخل مطار معتيقا قدمت خدماتها الطبية للحجاج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة، فضلا عن توزيع بعض المطويات الإرشادية الصحية المختلفة على الحجاج. وتم توزيع عليهم بعض الأدوية التي يمكن قد يحتاجونها هناك. هناك أيضا أن وصلت بعثة تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم من مجموعة من الفريق الطبي موجود في الأراضي المقدسة تمهيدا لوصول حجاج بيت الله الحرام لتقديم خدمة الرعاية الصحية لهم. معنا عبر الهاتف من طرابلس الناطق باسم هيئة شؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي. سيد العقيلي، إذن دعنا في صورة وتفاصيل تفويج الحجاج وظروف الظروف وصول الحجاج إلى المطار ومن ثم إلى بيت الله الحرم. أولا أهلا بكم وبمشاهديكم السلام.
اليوم كما ذكرت في تقريركم بدأت أولى الرحلات، كانت الرحلة الأولى الساعة 7 صباحا وهي رحلة الطليعة، وهي تتكون من مجموعة المشرفين وأعضاء اللجان الذين يهتمون باستقبال الحجيج في المطارات وفي تنقلهم من جدة إلى مكة المكرمة، ثم تسكينهم في أماكن السكن في الفنادق المخصصة. ثم كانت الرحلة الثانية الساعة 6:30 هي أولى رحلات الحجيج الليبي من طرابلس، ستكون إن شاء الله حسب الجداول المعتمدة من الطيران السعودي ومن مصلحة الطيران ومزارة المواصلات الليبية، بمعدل 3 رحلات يوميا على مستوى المطارات الليبية في حدود تقريبا 750 حاجز، يعني 3 طائرات كل طائرة تقريبا 250 حاجز، كل طائرة فيها 5 مجموعات من الحجيج. وطبعا كما ذكرت في تقريركم كل الجهات الحقيقة في تعاون تام، سواء كان المطار أو الأمن أو الطوارئ أو الكشافة، يعني كل الجهات متعاونة في تسهيل إجراءات الحجيج الليبي ووصوله إن شاء الله إلى الأراضي المقدسة بسلام. طيب ما الأرقام الأخيرة لمغادرة الحجاج؟ الأرقام الأخيرة يعني؟ أرقام الحجاج، عدد الحجاج الذين غادروا اليوم إلى بيت الله الحرام. اليوم غادرت الطائرة الأولى فيها تقريبا 140 من أعضاء اللجنة، والطائرة الثانية فيها 248 راكب تقريبا من الحجاج وبعض أعضاء اللجان، لكن ستكون إن شاء الله الرحلات الأخرى غدا من طرابلس وبعد غدا من طرابلس ثم من مصراتة وبنغازي والطائرات المعتمدة وأيضا مطار تبرق ومطار صدى حسب الجداول المعدة وحسب مواعيد الطيران المسجلة في باتفاق مع الدولتين، لأن كل الطيران في العالم توجه إلى مطار جدة فيحتاج إلى ترتيب لجداول الطيران. طيب هل ثمت أي معوقات أو إشكاليات تواجهكم؟ الحقيقة الآن كل الأمور تسير على ما يرام، يعني الحرص بس في قضية بعض الأخبار في وسائل الإعلام وأنتم أهل الإعلام وأنتم أدرى بمثلا نزول اسمه إضافة أعداد من السعودية وتتداول هذه الأشياء، يعني لا يحدث، لكن حدثت إضافة سيعلم بها، ستعلم الهيئة الجميع بهذا الأمر، لكن لم يصدر أي شيء بهذا الشأن، فمن باب التنبيه الحرص على يعني تلقي الأخبار من مصادرها الأصلية الصحيحة وعدم اتباع أخبار ترهق الناس، لأن الناس متطلبين الحقيقة للحج وكل الليبيين يشتاقوا ويعني يأملوا أن يكون لهم نصيب في هذا الأمر، لكن الأمور تقتضي للعدد المحدود من السعودية أصلا ولجراء القرعة تكون لمن يعني نحسفهم الحظ في هذا الأمر يعني. نعم. طيب ما هي ظروف أول الواصلين إلى هناك في السعودية؟ هل تم تسكينهم؟ كيف هي الظروف؟ نعم، يعني الرحلة الثانية ما زالت لم تصل بعد، إذا توصلت بإذن الله تعالى سيتم إجراء لجان خاصة في لجنة تسمى لجنة التسكين، هذه اللجنة حريصة على توزيع يعني الأشخاص حسب المناطق وحسب طبعا تجرى قبل سفرهم تسكينهم هنا من في المدن نفسها، اجتماع مع الحجاج للتوافق ما بين صغار السن وكبار السن، ويعني بعض يكون يعني تسكين الناس بحسب اتفاقهم مع بعض حتى يكون في نوع من الانسجام والتوافق، طبعا النساء مع بعض والرجال مع بعض، على عدد الحجرات وعدد الاشخاص، هناك حجرات يعني عدد قليل وعدد كبير، لكن يعتبر السكن في بالنسبه للليبيين حقيقه في درجه متميزه 5 نجوم فما فوق، نعم. مثلا فوتيل انجم ولا كذا، فيعني كل امور بخير الحمد لله رب العالمين. الناطق باسم هيئة شؤون الحج والعمرة عبد الله العقيلي، شكرا جزيلا لك. تتواصل احتجاجات المعيدين الجامعيين المطالبين بتسوية أوضاعهم المالية ونيل حقوقهم في مرتباتهم. يأتي هذا في وقت انتشرت فيه تصريحات مثيرة لوزير التعليم العالي بحكومة الوحدة عمران الجيب بشأن المعيدين. المزيد في التقرير التالي. من وزير للتعليم العالي دعوة لشنق أساتذة الجامعات. مش مفروض نرد المشاركة بتاع البرنامج السلعبي، مش مفروض نردوها غير الموضوع تاني.
يثير وزير حكومة الوحدة الوطنية غضب الشارع الليبي بتصريحاته في المناسبات المختلفة والتي يجدها كثيرون حجة لمحاسبته. هنا الجيب وهو يرفض تنفيذ قرارات الإفاد للمعيدين. يقارن الجيب في هذا التصريح الجامعات الليبية بجامعات الدول الأخرى بل ويضعها في ذات المستوى. فما قول الوزير يا ترى في دراسات دولية تظهر الجامعات الليبية في آخر المراتب؟ فجامعة بنغازي أفضل جامعات ليبيا تأتي في المرتبة السابعة بعد 2800 جامعة حول العالم، ومن جامعات ليبيا أيضا ما وصل ترتيبها 164 بعد 32,000 جامعة حول العالم. ولا يواجه الجيب انتقادات لتصريحاته فحسب، فثمة معيدون يتهمونه بالتقصير في مهامه تجاههم، وهم اليوم معتصمون ينادون بالتفويضات والإفراجات والعدالة في المرتبات. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. في ظل الخلاف حولها 6+6 تؤكد أن القوانين الانتخابية المتوافقة عليها في بوزنيغا نهائية وملزمة. خلال لقائه بالمشري وزير الخارجية التركي يؤكد أن من أولويات بلاده إحلال السلام والاستقرار الدائم في ليبيا. مع بدء انطلاق الرحلات أكثر من 7,000 ليبي يستعدون للتوجه نحو الديار المقدسة لأداء مناسك الحج. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت لبلحراد تي في وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.